تأتي الطالب، سيصلك إشعار بالواجب ويظهر في المنشورات، ولعرض الواجب اضغط على عرض الواجب. في الواجبات سيظهر عنوان الواجب وتاريخ الانتهاء منه. اقرأ إرشادات معلمك بعناية قبل البدء بحل الواجب. اضغط على ملف الواجب لعرض محتوى. من أداة تحرير مستند اضغط على تحرير. أجب على الأسئلة، وبعد الانتهاء اضغط على زر إغلاق، ثم اضغط على زر إرسال ليصل واجبك إلى المعلم لتصحيحه.